السلام عليكم. ببقى فرحانة جدا وأنا جاية علشان هقعد مع حضراتكم نستفيد ونتسلى ونتونس ببعض، وببقى فرحانة أكتر لما تكون الفقرة الأولى فقرة الحقيقة بيبقى عليها ضغط تليفونات عظيم. معايا ضيفة دلوقتي الحقيقة هي مفسرة أحلام ورؤى، وأي حد من حضراتكم عنده رؤية أو عنده حلم عايز يفسره، فأنا معايا الجميلة الأستاذة شيماء صلاح الدين. أهلا بيكي، وحشتيني. انت اللي وحشتيني، ما فيش استاذه شيماء على طول. لا تاخدي حقك جدا جدا. ما هو حقي شيماء بس يا حبيبتي، كفايه ان انت بتقدميني. يا حبيبتي يا حبيبتي، ده انا متشرفه بوجودك والله. ربنا يخليكي، انت بتوحشيني جدا على فكره، وبقعد متابعاكي وبتفرج عليكي وماشيه وراكي في كل حاجه. ربنا يخليك، شرفتينا وانستينا شيماء. ربنا يكرمك. ونبتدي على طول، اهي الارقام قدامنا، اي حد عنده رؤيه عنده حلم ومحتاج شيماء تساعدنا في تفسيره فيتصل على طول، علشان بتزعلوا لما الفقرة بتخلص ويبقى في ناس كتير جدا جدا معانا على التليفون. طيب نبتدي ونقول في الأحلام دلالات أو رموز. دي تقريبا احنا خدنا على انها بتبقى دلالات أو رموز شبه ثابتة. صحيح. اللي يحلم مثلا بخضرة فيبقى ده خير رزق. واللي يحلم بسمك ني كمان طبعا. اللي يحلم بذهب ده يبقى في حاجه مش حلوه هتحصل. اللي يحلم بلحمه نيه ده برضو بالزيت بقى، يعني فعلا من الثوابت القديمه قوي في كله. بس حقيقي الكلام ده ولا احنا ساعات بنزودها يعني؟ لا، هو في مشاهير في الاحلام وفي ثوابت. ومشاهير الاحلام بتبقى هي الثوابت، لان هي اللي بنسال عليها كتير. تمام. فده اللي بيكسبها شهره بين الناس. هتقولي لي اساسه ايه؟ اساسه كانت احلام قديمه موجوده ورموز قرينا عنها في بعض الكتب القديمه، فاتجمعت وبقى ده الشائع بقى بين الناس. زي ايه مثلا؟ البنت دنيا، كل الناس في كل الحضارات، حتى في حضاره الهند وفي حضاره اليونان القديمه متعرف على ان. طب استني بقى، اهي يعني ابتدت الفراشه ما عطلش حد معانا. نجلاء من الجيزه. يا نجلاء اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا يا حلوه، ازيك؟ اهلا بيكي، اتفضلي تحت امرك. عندك اي رؤيه او اي حلم؟ معانا الاستاذه شيماء، اتفضلي. هو حلم قلقني شويه. انا حلمت ان انا ماشيه وتايهه ومش عارفه انا فين طريقي يعني، وفجاه لقيت نفسي راكبه جمل، والجمل ده عالي وفي مكان عالي قوي، وعلى حافه كده وتحتية زي منزل، انا عاليه يعني انا فوق مش بالمنزل، والمنزل ده ليه سلالم. معلش، انت في مكان عالي وراكبه جمل عالي جدا، وبعدين لقيتي نفسك في بيت، صح كده؟ منزل عالي قوي برضو، على تبة او على على ربوة. المنزل على ربوة وهي ماشية والربوة تحت منها، صح كده؟ تمام. على مكان عالي وتحتيه في منزل، والمنزل ده فيه سلالم، يعني في ناحية فيها سلالم وناحية ما فيهاش. وانا قلت مش هقدر انزل المكان ده، لان لو نزلت ممكن الجمل يقع عليه، او انا كمان مش عايزة انزل من على الجمل. وانا على الجمل الشبشب اللي انا لابساه وقع مني الاثنين، وببص على الشبشب لقيت فرده لونها بينك والفرده الثانيه سودا، وفي قدامي بنتين، والبنتين بقول لهم طب حد يناولني الشبشب عشان يعني مش هقدر انزل، يعني مش هعرف. البنتين بصت لي ولا مش هنساعدك، ولا مش هنجيب لك الشبشب. الشبشب مش زي بعضه، يعني واحده بينك اللي هو المين بينك. تمام يا حبيبتي. انا عندي سؤالين. اتفضل. انت نزلتي من على المنزل بالجمل ولا من على سلم؟ لا خالص، انا كل ده وانا لسه على الجمل. هي خايفه تنزل من عشان في منزل. ما نزلتش. طيب انت كل ده وانا في المكان العالي والمكان ده تحتيه وما نزلتش. تمام. انت تمام مرتبطه؟ ايوه انا متجوزه ومخلفه. متجوزه ومخلفه. طيب انت صوفيه؟ يعني مثلا من اللي بتروحي تزوري المشايخ عندك ندر؟ اتفضلي بس بسرعه عشان في معانا تليفونات كتير، اتفضلي يا حبيبتي. وبعدين انا لقيت نفسي يعني موقف، ما نزلتش، ما شفتش نفسي وانا نازله من على الجمل، انا شفت نفسي وانا عند بيت نفس الحلم، لقيت نفسي قدام شقه وبخبط، فواحده ثانيه قالت لي هو انت تايهه؟ قلت لها انا تايهه. قالت لي لا بصي بيتك عند يمين الفرن، يعني وصفت لك بيتك يعني. تمام.
طيب ناخد مكالمة تانية ولا نجاوب؟ ناخد أماني بالمرة. أماني، الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي أماني. الشاشة كلها. الله يسعدك يا أماني، ربنا يسعد قلبك، كتر خيرك. الله يخليك يا حبيبتي، قلب ربنا يديك الصحة وطول العمر يا حبيبتي. اللهم أمين يا حبيبتي، أنا وأنتي وكل اللي بيسمعونا. طمنيني، عندك رؤية أو حلم؟ يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. حلمت إن أنا كنت في بيت ستي القديم، ووالدتي، هي والدتي أصلا ماشية على عصاية. تمام. فبيقولوا يعني مامتي الناس الكبيرة راحت تحج. قالوا إيه يا فندم؟ مامتي راحت تحج، راحت الحج. فبعد ما الناس كلها اقنعتني ان مامتي راحت تحج، انا عماله اقول لهم لا، ازاي ده مامتي قاعده معايا هنا. تمام. شويه وقالوا لي لا، ده هي ركضت بقى خلاص ومشيت وسابت بيت ستك القديم ده وراحت لبيت تاني زي قصر كده. ما شاء الله خير. ماشي. معلش، حاجه تانيه تخصني بقى، انا اسفه. اتفضلي. حلمت ان انا كنت، كان عندنا مشاكل كتير في البيت. تمام. الشعراوي قاعد معايا. الله. وعمال يطبطب عليا يعني كده. الله خير. الحلم برضه رحت سيد ابراهيم الدسوقي. يا ما شاء الله عليكي، ده انت حلوه قوي، عماله تحلمي حاجات حلوه اهي، ما شاء الله. يا حبيبتي حبيبتي والله. ربنا يكرمك يا اماني، ادعيلي. طب يا اماني بقى، طالما انت حلوه قوي كده ادعيلي. حبيبتي مبسوطه والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. حاضر يا اماني، حاضر. الله يسعدك، هنجاوبك يا حبيبتي. طب نجاوب على الحلم الاولاني. الحلم الاولاني. بصي، انا سالتها انت متجوزه؟ قالت هي لو صوفيه، من الناس اللي هم بيبقوا بيعملوا ندر وبيتعودين يزوروا يعني مشايخ معينه وكده، ليها زياره المفروض تروحها. بس هي في حاجتين عايزه اقول عليهم. الحذاء بيبقى شريك حياه، الحذاء فرده وفرده، وهي خايفه تنزل من على الجمل. هي في حد معتمد عليه او مدخلينه في حياتهم، يا اما هي معتمده عليه يا اما هو بيتدخل في حياتهم، ممكن يتسبب في مشاكل مع شريك الحياة اللي هو زوجها. أو ممكن تحصل فترة عصيبة، لأن النزول من على السلالم أو من على منطقة منخفضة أو whatever إيه المنحنى يعني، ده معناه عدم حصول الإنسان على تحقيق الأمان، عكس طلوع السلم. فهي عندها الفترة اللي جاية أو الوقت اللي حلمت فيه، أنا معرفش إذا كان الحلم حديث بس شكله حديث مش قديم، دي رسالة تحذيرية يعني، هي لازم تاخد بالها إنه في حد أو شخص أو موضوع هيسبب مشكلة بينها وبين الأسرة بقى والشريك والحياة. ولو هي صوفية متعودة تزور أو كده، لازم تروح تزور، تدعي، تطلع صدقة بنية إفساد أذى الحلم، لأنه دي رسالة تحذيرية. هي مش جاياني عشان انا احتفظ بيها او افسرها، بس تمام، عشان احاول افسدها. طيب يا حبيبتي طلعي صدقه من فضلك، وبنيه ان ربنا يفك الكروب، وما تدخليش حد في حياتك يعني، حاولي على قد ما تقدري. يعني ما تدخليش حد يعني يدخل جامد في حياتك، بينك وبين زوجك مثلا، بينك وبين اسرتك، ما تسمعيش لحد يعني، منك لجوزك احسن يعني. طب الثانيه بقى الجميله، الحلم، خليني ابتدي بحلم الشيخ فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي، الله يرحمه ويغفرله ويسامحه، لان انا من عشاق هذا الشيخ يعني الحقيقه. وشير سيدي ابراهيم الدسوقي كمان. طبعا طبعا. رؤية الأئمة أو اللي هم علماء الدين، انت عارفة حضرتك أن كل 100 سنة أصلا بيظهر عالم بيبقى صعب تكراره مرة تانية، وكان فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الوسط يعني، بتبقى حظ سعيد للحي على قدر هذه الرؤية يعني. هي مثلا إذا شافت نفسها قاعدة معي على نفس مثلا مستوى الكنبة أو المقعد أو يعني، في كل الأحوال هي خير، رؤية المشايخنا خير، رسالة ليها إن هي عندها حاجة، حدث سعيد أو حاجة حقيقية كويسة. طب والدتها اللي هي كانت عايشة عند بيت جدتها وراحت، فالجيران قالوا لها دي والدتك بتحج، قالت له لا دي عند جدتي، قالوا لا ده بتحج، وراحت قعدت في قصر. هي متوفية؟ ما سألناهاش. بصي، هو لو متوفية يبقى طبعا الله أعلى وأعلم، بس يبقى حالها عند ربنا حلو، وبتحتاج بقى كثير من الدعاء أو خدمة القرآن، مش صدقة مثلا زي ناس تانية يبقى حالهم صعب، والله أعلى وأعلم. طب ربنا يديها الصحة لو عايشة؟ لا، لو عايشة طبعا يبقى ربنا فعلا هيرزقها الزيارة ويرزقها حسن الخاتمة. اللهم أمين، اللهم أمين، إن شاء الله. أبشري يا حبيبتي. طيب معانا رجب من كفر الشيخ. يا رجب إزيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. اتفضل اتفضل. عندك رؤية يا رجب أو؟ أيوة والله، وحضرتك أنا بنعمل في فريح بيتي مسجد. الله أكبر، ما شاء الله عليك. على 350 متر أرض. ما شاء الله. واسمه مسجد الرزاق الكريم. يا ربنا يرزقك الخير كله ويتقبل طاعتك يا رب. أنا بقالي سنة وست شهور بنجري عشان نخلص الورق بتاعه. وأنا نايم شفت في المنام الرئيس عبد الفتاح السيسي
لابس قميص لبني. تمام يا فندم. طب كمل يا استاذ لو سمحت. خير خير يعني لابس يعني مدني. معلش الخط قطع بس ما شاء الله هو بيبني مسجد. وحلم ان سياده الرئيس لابس لون لبني لون السماء يعني. فدلالات اللون العلم. ايه ودلالات انه حلم بحد من يعني كبار المقام يعني. بصي رئيسنا طبعا الزعماء والرؤساء رؤيتهم معناها ان انا عندي امنيه صعبه المنال جدا جدا وهقدر احققها على قدر حبي لهذا الرئيس. يعني طبعا كل واحد مننا بيبقى عنده رئيس مفضل بالنسبه له. أيوه. فانا كل ما قابلت الرئيس ده في المنام كل ما كان امنيه عندي صعبه جدا وربنا يوفقني في تحقيقها. يا رب كمل بناء المسجد باذن كلمة الله. هو قال المسجد اسمه الرزاق ازاي الكريم. الاسم طبعا مع وجود الرئيس عبد الفتاح الاسم كمان عبد الفتاح فده معناه انه عنده يعني فتح كبير ربنا هيفتحه عليه. ودلاله لون السماء لون اللبني لون السماء ده بقى اللي هو لون طولة العمر ولون المدد لان سبع سماوات اللون اللبني عموما لون العلم ولون الرزق فده معناه انه في بشرة خير للشخص اللي حلم ولسيادة الرئيس. يا رب خير خير يا استاذ رجب ربنا يفتحها عليه كده ان شاء الله ويكرمك. معانا نور من دمياط. يا نور. ايوه ازي حضرتك. اهلا يا حلوه ازيك. انا بحبك جدا والله. ربنا يسعدك يا حبيبتي واحبك في الله الذي احببتني فيه. ربنا يكرمك. ربنا يخليكي. انا كنت بس عايزه اسال على حاجه. فندم. انا مامتي حلمت بطليقي. بطليقك. حلمت ان هو يعني غلط مع اختي وان اختي دي حامل منه. تمام. فطبعا هي في الحلم قعدت تضربها وتقول لها يعني انت ما تعلمتيش من اختك واللي حصل لها وبيبدي ان هو جيت قدم لها يعني هو جيت قدم لها في البيت عندنا في الحلم. تمام. وهي بتحلم باختي دي يا اختي في ثالثه ثانوي هي بتحلم بيها كتير الاحلام دي يعني بصراحه. لا بس هي قلقانة عليها عشان الامتحانات قربت باذن الله تنجح ويا رب ان شاء الله يطمنكم عليها. ان شاء الله يا حبيبتي ما تقلقيش ومفيش نيه لرجوع طليقك ده يعني خلاص كده. لا هو انا اتجوزت تاني. اتجوزتي يا حبيبتي خلاص. لا خير. هي بس عشان ده حست بانه اذى بنتها مثلا فتره فخايفه على بنتها الثانيه. ربنا ان شاء الله خير. طيب معانا مين تاني؟ معانا فاطمه من كفر الشيخ. يا اهلا بفاطمه. اهلا يا حبيبتي. ازيك اتفضلي يا حبيبتي. اهلا بيكي. وطي يا فاطمه وطي وطي الصوت. انا شفت رؤيا ان انا في انا فاتحه الشباك وشفت ان فيه زي مسجد كده في السماء والعمود بتاعته دهق. الله. وحوالينه كده حمام بيطير بس الحمام مش حمام من العاده اللي احنا بنشوفه دي حمام كبير في منه ابيض وفي منه الوان. وبعدين لما ناديت لجورج وقلت له تعالى شوف اللي انا شايفاه ريحه السما متغيره. اتغيرت لايه بقى؟ لحاجه يعني بدات ان السما تتغير لغيامه وحاجات من دي. تمام. لكن انت كنت شايفه مسجد وعمدان وذهب وطيور شكلها حلو حمام شكله حلو؟ حمام على كبير اول مره اشوفه ومنه الحمام ابيض وعلى كبير وحمام الوان. ما شاء الله. بس اول ما ندهتي زوجك يشوف ف امتى الحلم ده حلمتيه؟ السنه اللي فاتت في رمضان. خير يا حبيبتي. ان شاء الله. ان شاء الله خير. تمام. وزوجك عامل ايه كويس؟ ايوه تمام. سلمي لنا عليه. يوفقك يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. ايه بقى الاسلام في رفعة ده احداث كونيه بس هي شافت المسجد فوق في السماء وشافت الطيور. هو المسجد كونه موجود في السماء الدين الاسلامي في رفعة حتى لو في اي مشاكل في اي دول عربيه في اي دول فتن لا في رفعة بس اللي مش حلو يعني او مش محبوب اللون المذهب. فده معناه انه احنا هي حلمت السنه اللي فاتت ده معناه ان هي هتعيش في عصر او في وقت هتسمع فيه ان هيبقى فيه مشاكل مجتمعيه على مستوى اي بلد مش بلد الحالم نفسه. في بعض المشاكل هتبقى خاصه بالدين والفتن لكن لا الاسلام في رفعه وعزه حتى لو المشاكل موجوده. الطيور دي جنود الله المحلقه يعني الدين الاسلامي عارفه دائما في رفعه وشموخ فدي رساله كونيه مش حلم شخصي ليها هي يعني. طب لا ما في الشخص بقى جوزها ما ندهت له الدنيا غيبت. ما جوزها مش هيبقى
واخد باله قوي او الله اعلى واعلم بالاعمار، بس ممكن ما يعيش هذا الحدث. لا ان شاء الله يدي له ربنا يديله الصحه وطول العمر، او ما ياخدش باله منه يعني، مش شرط ما يعيشوش ما يحضروش، ما ياخدش باله. لا ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا شيماء، وبعتذر جدا جدا للناس اللي معانا على التليفونات. الفقره معلش معلش انا اسفه والله، شكرا لتشريفك جدا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، انت جميله. للاسف الفقره خلصت، استنوني الفقره الجايه ان شاء الله تعجبكم.